المسجد. رتلوا لأهنا رتلوا يا جميع الأمم، صفقوا بالأيادي. الحكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا. يا إخوتي، إن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل واقترب النهار، فلندع عنا أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك سلوكا لائقا كما يليق في النهار، لا بالكسوف والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع ولا تهتموا بأجسادكم لقضاء شهواتها من كان ضعيفا في الإيمان، فاتخذوه بغير مباحة في الآراء. من الناس من يعتقد أن له أن يأكل كل شيء، أما الضعيف فيأكل بكولا، فلا يزدر الذي يأكل من لا يأكل، ولا يدن الذي يأكل من لا يأكل، فإن الله قد قبله. من أنت يا من تدين عبدا أجنبيا إن لمولاه يثبت أو يسقط؟ لكنه سيثبت لله سيثبت، لأن الله قادر أن يثبته. لم لك أيها القارئ وجميع الشعب. And let us hear the Holy Gospel. Peace be to all. Husband Sharif, min bisharat al-Qadis, matal injili al-Bashir, التلميذ الطاهر. لنصري قال الرب: إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي أيضا، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم فأبوكم أيضا لا يغفر لكم زلاتكم. ومتى صمتم فلا تكونوا معبسين كالمرائين، فإنهم ينكرون وجوههم ليظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لئلا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك علانية.
لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والآكلا وينقب السارقون ويسرقون، لكن اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا آكلة ولا ينقب السارقون ولا يسرقون، لأنه حيث تكون كنوزكم هناك تكون قلوبكم.